لو خيروك بين الحكمة والقوة هتختار إيه؟ يعني هتحب تحل مشاكلك بالحكمة ولا بالقوة؟ يا ترى هتختار حكمة المسيح ولا قوتك الشخصية؟ سليمان الحكيم اختار الحكمة وقال الحكمة خير من القوة. بس خلي بالك في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، إنك لو اخترت حكمة المسيح فده معناه إنك هتكون محتقر، لأن اللي هيمشي ورا المسيح هيمشي ورا الغير منظور ويترك المنظور، هيسلك بالإيمان ويسيب العيان. يعني مش هتكون ليك شهرة ولا سلطة، ولا حتى هتلاقي حد يسمع كلامك في العالم، لأن حكمة المسيح محتقرة والعالم مش بيسمعها. لكن تعرف مين اللي هيسمعك؟ الفاهمين اللي قال عنهم بولس الرسول إنهم الكاملين. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون. وساعتها هتلاقي بركة وثمر لكلامك. ليه؟ لأن كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. والحكمة خير من القوة لأنها أفضل من أدوات الحرب، ومهما سلحت نفسك بأدوات الحرب عشان تكون ذكي وتحصن نفسك بالذكاء، هتلاقي النتيجة سراب وخراب ودمار، لأن ربنا هو المتسلط مش الإنسان. لكن لما تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك هتتسلح بالحكمة، وساعتها هتكسب كل شيء. وأكتر واحد أثبت إن الحكمة خير من أدوات الحرب هو داود، لما قرر إنه يحارب جوليات باسم رب الجنود. لكن مش بس داود اللي واجه جوليات، ده إحنا بنواجه جوليات في كل يوم من أيام حياتنا، اللي هو الشيطان رئيس العالم، لكن مش ممكن نغلبه إلا بالمسيح. وزي ما قال بولس الرسول: جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فإذا كان الله أقوى وأحكم من الناس، ليه بتختار إنك تعتمد على حكمتك وقوتك الشخصية؟